وإلى موضوعنا الثاني ونتناول فيه حادثة القطار في مصر، فقد أفادت وسائل إعلام مصرية بارتفاع عدد القتلى في حادث قطار توخ إلى 16 شخصا، فيما تم تسجيل نحو 100 جريح. عبد الفتاح السيسي كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث في ذلك القطار الذي كان متجها من القاهرة إلى المنصورة، وهي الفاجعة الثانية التي تشهدها مصر في أقل من شهر. وقبل يوم من حادث القطار انفصلت عربتان من قطار ركاب متجه من الإسكندرية إلى الأقصر قرب محطة بني سويف. شهود عيان أفادوا بأن مسؤولا قضائيا بارزا كان ضمن ضحايا القطار، وذكر الشهود أنه هو نائب رئيس مجلس أو نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتوفي في مشفى قريب من الحادث. تقارير أكدت بأن القطار خرج عن القضبان لأسباب غير معروفة، وطبقا لشهود فقد وقع الحادث قرب محطة سكة حديد توخ والتي تبعد نحو 35 كيلو مترا شمال القاهرة. وساد شعور من الغضب والسخط بين أهالي الضحايا والناجين الذين قال بعضهم إنه لا قيمة لأرواح المصريين لدى المسؤولين. خلال شهر واحد فقط 3 حوادث قطارات مميتة في مصر. آخر حادث كان لقطار توخ الذي انحرف عن مساره وخرج عن القضبان ليخلف حسب بيان وزارة الصحة المصرية وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين. حادث توخ عاد ليسلط الضوء من جديد على اهتراء وسوء قطاع النقل بالقطارات في مصر، وليذكر بحادث قطار سوهاج قبيل أسابيع فقط والذي راح ضحيته 32 قتيلا و165 جريحا، ولم تتخذ بعد أي إجراءات عقابية ضد المسؤولين عنه، وأولهم وزير النقل كامل الوزير الذي رفض الاستقالة. تكرر حوادث القطارات سواء كانت تصادما أو خروجا عن المسارات المخصصة لها من أكثر الأسباب التي تحصد أرواح المصريين، ومن أكثر الأزمات التي يعاني منها قطاع النقل في مصر، حيث سجلت المصالح المتخصصة بين سنتي 2006 و2020 حوالي 1000 حادث سنويا، في الوقت الذي لم تستطع الحكومات والأنظمة المتعاقبة على مصر إيجاد حل لها، رغم كل الوعود التي يطلقها الرؤساء والوزراء والمسؤولون، آخرها تصريح السيسي الشهير بأنه مستعد لإنفاق المليارات لإصلاح شبكات القطارات القديمة وتعويضها بأخرى جديدة ومحدثة، وهو ما لم يرى المواطن المصري بوادره أصلا طيلة سنوات من حكم السيسي. النظام المصري الحالي وما سبقه من أنظمة دؤوبة على عدم تحمل مسؤولية إزهاق أرواح المواطنين خاصة الفقراء منهم في سكك الحديد، حيث يلجأ المسؤولون المباشرون عوض ذلك إلى إبعاد أصابع الاتهام عنهم بتشكيل لجان تحقيق لا تعرف نتائجها، أو تعمل على تحميل المسؤولية لأخطاء تقنية أو لعمال بسطاء يشتغلون في ظروف صعبة وبإمكانات قليلة وآليات مهترئة قديمة، وهو ما يدل حسب محللين إلى ضعف نظام المحاسبة والعقاب في مصر سواء كان ذلك قضائيا أم سياسيا، لتستمر الرداءة سنوات ويستمر الفساد أكثر، ويدفع المصري البسيط في الأرياف والصعيد ثمن كل ذلك بروحه دون أن يجد بديلا ينقله بين المحافظات يحفظ كرامته وحياته. معي للحديث حول هذه الفاجعة الجديدة نائب أو رئيس تحرير موقع الحقيقة بوست السيد عبد الحميد قطب. أهلا بك سيد قطب في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. هذه الفاجعة الجديدة، كيف يمكن تفهم حدوث مثل هذه الفاجعة خلال وقت قياسي وبنفس المسببات حوادث قطارات؟ نعم، بداية تحياتي لك أخي جمال وتحياتي للسادة المشاهدين. يعني كنا من أيام قليلة معك على القناة وتحدثنا عن الحادثة التي حصلت في سوهاج، وتحدثنا أن قلت لك أن هناك تعمد من قبل النظام لإحداث هذه الحوادث. لماذا؟ طبعا لأن هذا الأمر يندرج في إطار الخطة التي جاء من أجلها عبد الفتاح السيسي لحكم مصر. السيسي الآن هو في بداية حكمه وبداية نظامه كان يحاول بقدر الإمكان أن يصور أو يسوق مصر على أنها دولة فقيرة جدا، دولة كما قال هو
قوي دولة، من خلال أيضا من خلال بعض المبادرات التي كان يطرحها مثل صبح على مصر بجنيه أو ادفع الفكة وهكذا، كل ذلك كان بهدف أنه هو يسوق مصر للعالم أنها دولة فقيرة جدا جدا، وبالتالي ومن ثم يستطيع أنه يحصل على المليارات سواء من الخليج أو من غيرها من بهدف دعم الاقتصاد المصري ولتنفيذ هو مشاريعه اللي طيب. مثل العصر. هذا تحليل عام سيد عبد الحميد، تحليل عام وجهة نظر، لكن سؤالي عن السبب الموضوعي المباشر. هناك أسباب موضوعية مباشرة تجعل عربات القطارات تخرج عن السكة، ألا يمكن أن يكون أن هناك إهمال في صيانة هذه السكك الحديدية صيانة المنتظمة؟ نعم، يعني أنا برضو سأجيبك على هذا السؤال، ولكن أيضا أود أطرح فكرتي بشكل مبسط. يعني السيسي عندما فشل في تسويق مصر أنها دولة فقيرة، عندما فضحه محمد علي بموضوع القصور وهكذا، تراجع عن هذا الأمر وبدأ في خطة أخرى وهي تفشيل مصر من خلال افتعال هذه الحوادث والقيام بهذه الحوادث من أجل تسويق مصر أنها دولة فاشلة، ومن ثم أيضا يلبي غرضه الأساسي وهو الحصول على المليارات من الخارج، حيث أنه يسوق مصر أنها فيها حوادث وغير ذلك. هذا ما يحدث في سكك الحديد لا ينفصل عن الإهمال المتعمد في القطاع الطبي، لا ينفصل أيضا عن الإهمال المتعمد في موضوع الطرق حيث تحصل حوادث ويقع ضحايا أكثر ربما من حوادث القطارات، أيضا موضوع سد النهضة وغير ذلك والذي يعني هو يمثل تهديد وجودي للدولة المصرية، وكل ذلك كما قلت لك هو يعني ينصب أساسا ويندرج أساسا في خطة السيسي لإفشال الدولة المصرية وتسويقها على أساس طيب. أنها دولة فاشلة وعاجزة ويريد مساعدات. طيب، ولكن عندما يظهر بهذا الشكل بالعجز بالفشل وبأنه غير قادر على حل مشاكل الدولة، ألا يخشى حسب تفسيرك أو حسب تأويلك بأن ينعكس ذلك سلبا عليه، بأن الآخرين لن يعطوه مساعدات، سيقول له أنت فاشل عليك أن ترحل وتترك غيرك ليدير ويعالج هذه المشاكل؟ يعني هو جرب الفترات الماضية ولم يحدث ذلك، يعني لم يحدث عليه ضغط من المجتمع الدولي، لم يحدث عليه ضغط من الدول الأوروبية، بل بالعكس ربما تكون هناك دول تستزيد في دعمه أكثر وأكثر، يعني وتمنحه القروض وتمنحه الهبات وتمنحه الدعم. يعني احنا شفنا أيضا دولة مثل ألمانيا عندما أعلن عن أن هو سينشئ القطار فائق السرعة، أعلنت ألمانيا دعمه لهذا القطار. ايضا عندما تحدث عن مشاريع تطوير السكك الحديديه نفسها اعلنت بعض الدول عن دعمه، وبالتالي السيسي فهم اللعبه وفهم القصه انه يصور مصر انها دوله محتاجه وبالتالي يسوقها في العالم كله انها دوله محتاجه ومن ثم يحصل على المليارات من خلال كده. هذا لن يحدث ولن يستطيع فعله السيسي الا من خلال هذه الحوادث. يعني انا اقول لك بكل صراحه هذه الحوادث التي تحدث في مصر هي من فعل نظام السيسي، ولكن هذا يعني يحتاج لتحقيق ويحتاج لأدلة وإثباتات، وهي جريمة إذا ما تم فعلا إثبات بأن الدولة مسؤولة عن ذلك، يعني مسؤولة بفعل فاعل. أهالي الضحايا الآن، التبريرات الحالية بأن هذا الحادث خارج مسؤوليات الدولة، هل يقبلونها؟ لا يوجد دليل أقوى مما قاله كامل وزير النقل والمواصلات أنه أمر سائقي القطارات من عدم استخدام المكابح والفرامل الأوتوماتيكية، هذا يعني أنه تعمد إحداث هذه الحوادث، هذا أقوى دليل يؤكد تعمد النظام هذا الأمر، وهو بنفسه اعترف بالخطأ، يعني خطأ في ارتكابه. فبالتالي أعتقد أن هذا الأمر الذي أعلن عنه كامل وزير هو يؤكد ما أقول لك أن النظام يتعمد إحداث هذه الحوادث من أجل السبب الأساسي وهو الحصول على الدعم من قبل الدول الخارجية لينفذ مشروعاته الخاصة مثل العاصمة الإدارية. معروف أن العاصمة الإدارية تعطلت الآن بسبب عدم دعم الدول الحلفاء للسيسي، وبالتالي يريد أن يوجد أي شيء من أجل الحصول على مليارات من أجل تنفيذ هذا المشروع. حاول في أكثر من مرة أن مثلا في موضوع قانون الإزالات، حاول من قانون الضرائب العقارية، ولكن هذه الأمور فشلت، وبالتالي هو يحاول بقدر الإمكان
أن يسوق مصر على أنها دولة فاشلة، ومن ثم يحصل من خلالها من خلال هذا الأمر على المليارات من هذه الدول. طب وإذا لم يحصل يعني ذلك، سؤال أستاذ عبد الحميد، إذا لم يحصل ذلك يعني هل تتوقع أن هذا المسلسل، مسلسل الفواجع، فواجع القطارات تحديدا سيستمر؟ يعني طبعا ربما لا يحصل على ذلك، ربما لا يحصل، لكن لا ننكر انه يفعل ذلك، لا ننكر انه يخطط لذلك، لا ننكر انه ينفذ ذلك. يعني انا اقول لك يعني ربما تعد هذه الدول ان هذا مفتعل وان هذا الامر مفتعل، ولا تستطيع ولا تمنح السيسي اي اموال، ولكن هذا لا يمنع انه يفعل ذلك. يعني انا كما اقول لك اخي جمال، هذا الأمر لا ينفصل أيضا عن ما يفعله حتى على المستوى الأمني. يعني كنا نرى في بداية الانقلاب العسكري السيسي دائما يسوق نفسه أن مصر تحارب الإرهاب، أن مصر يعني قالها بنفس اللفظ أن مصر تكافح الإرهاب نيابة عن العالم كله. يعني تخيل، نيابة عن العالم كله. وبالتالي لكن هنا الأمر ربما يعني يبدو مختلف، كون حتى المراقبين الفنيين فيما يتعلق ب سكك الحديد يتحدثون أن سكك الحديد في مصر فعلا بحاجة لتحديث، فعلا بحاجة لصيانة مستمرة. التحديث شيء وتعمد الحوادث شيء. يعني طبعا بلا شك السكة الحديد تحتاج لتحديث، لأن السكة الحديد منذ أن أنشأتها بريطانيا أكثر من قرن كانت تحتاج بلا شك للتحديث، لكن هذا لا يمنع ان مثل هذه الحوادث لم تكن تحدث في السابق. يعني ايام مبارك، يعني طوال عشرات السنين لم تحدث هذه الحوادث في السابق، وهذا يؤكد ان هناك تعمد في احداث هذه الحوادث. يعني طبعا هو تحدث من قبل السيسي على موضوع انه يحتاج الى اموال ولتطوير السكة الحديد، لماذا لم يطورها عندما تحدث عن هذا الامر وقال انها تحتاج الى 110 مليار، وانا على ال 10 مليار احطها في البنك افضل من ان انا ادفعها على السكه الحديد. هذا يؤكد انه لا يسعى الى الاصلاح للبلد، ولكن يسعى الى تخريب الدوله المصريه. اشكرك شكرا جزيلا الصحفي المصري رئيس تحرير موقع الحقيقه بوست عبد الحميد قطب، كنت معي من اسطنبول.